مرحبا، كيفكن يا حلوين؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم رح اعمل اطيب دجاج مكسيكي او المكسيكانو بطريقة كثير طيبة وسهلة، وعملت كمان بيتزا مكسيكانو يلي ما في اطيب واسهل منها. ومو بس هيك، كمان رح اعلمكم كيف تعملوا خبزة بتتقدم مع المكسيكانو بدون بيض وكتير طيبة وسهلة. وهلأ رح اترككم مع الوصفة. بالبداية رح احتاج كيلو صدور دجاج مقطع شرائح، 150 جرام ذرة، 150 جرام فطر، بصلة صغيرة مفرومة ناعم، فليفلة ملونة، معلقة صغيرة ثوم مهروس. للبهارات بدنا معلقة صغيرة فلفل احمر، معلقة صغيرة كاري، معلقة صويا صوص مالح ومعلقة شطة، معلقة خردل صغيرة، معلقة صغيرة صويا صوص حلو، معلقة ملح ومعلقة زنجبيل، وبدنا زيت زيتون. وللخبزة بدنا كوبين حليب 400 ملي، كوب ونص طحين 170 جرام، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة خل أبيض، معلقة صغيرة سكر، ومعلقة كبيرة زيت نباتي. أول شي بحط زيت الزيتون، وفيكن تستبدلوه بزيت أبيض. بعدين بحط البصل وبقليهم شوي، وبعدها بنزل عليهم الفلفل الملونة والفطر، وآخر شي الذرة والثوم المهروس، وبسكر عليهم حتى يدبلوا. بعدين بنزل عليهم الدجاج وبتركهم لحتى يستووا. هلأ للخبزة بحط كل المواد بالخلاط وبخلطهم منيح. بعدين بصفيهم بالمنخل مشان ما يطلع عندي أي تكتلات. هي الدجاج بعد ما استوى والخضرة دبلت، هلأ بضيف كل البهارات، بحركهم وبتركهم لحتى تنشف ميتهم. هلأ للخبزة بدها نتقلي بشوية زيت، وبعدين بحط من الخليط وبحركهم وبتركهم لحتى يستووا. بس تلاقوا انه نشف وبلش يطلع فقاعات بتقلبوا. وهي الخبزة مثل ما شايفين كتير كتير سهلة وما بتاخد وقت ابدا على النار. وطبعا في كتير ناس بتحبها مع خبزة السمون، وكمان في ناس بحبوا هالاكلة مع رز. بس اذا بدكم تعملوها مع رز لازم تضيفوا للجاج وللخضرة كاسة مي مع معلقة كبيرة من دبس البندورة، مشان يكون الجاج المكسيكي جنب الرز مو ناشف ويكون فيه صلصة. بس انا بحب اقدم المكسيكانو مع هي الخبزة. هاي الخبزات عندي صاروا جاهزين، والدجاج والخضرة استووا. هلأ باخد من زيت الدجاج وبدهن المقلاية فيه مشان نعمل بيتزا مكسيكانو. فأول شي بحط الخبزة، وبعدين بحط فوق الدجاج، وآخر شي الجبنة. وبعدين بحط على النار مشان تتأمر الخبزة وتدوب الجبنة. وإذا ما كنتم حابين تعملوها بيتزا مكسيكانو، ففيكن تلفوها بهالشكل مثلثات وتاكلوها وتستمتعوا فيها. وهي هون دابت الجبنة وتأمرت الخبزة، وهيك بتكون جهزت أطيب بيتزا مكسيكانو. كمان فينا نعملها بهي الطريقة، فبدهن المقلاية بزيت الدجاج، وبعدين بحط الخبزة وفوقها طبقة من الدجاج، وآخر شي بسكر فوقها بخبزة تانية، وبدهن الخبزة كمان بزيت الدجاج. بحط المقلاية على النار وبأمرها من الوشين مشان تطلع عم تقرش وبتجنن. وكمان بأمر هدول المثلثات.
هذا هو الشكل النهائي. بتمنى يكون عجبكم الفيديو واستفدتوا. جربوا المكسيكانو بطريقتي لأنه كتير طيب وسهل، وعملوا معه هاي الخبزة الطيبة وغيروا عن السمون والرز، وعملوا من البيتزا مكسيكانو لأنه بتجنن وطعمه خيالي. لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة. باي باي.